وأعلم قادما مع أجواء العيد، حيث لا يفوت الجزائريون فرصة تناول المشويات خلال عيد الأضحى، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من مخاطر الشواء على الفحم والذي ينتج مواد مسرطنة. تقول إكرام طيباوي في هذا الموضوع: لا تخلو يومية الجزائريين خلال أيام عيد الأضحى من المشويات بكل أنواعها، إلا أن الدراسات الحديثة أكدت أنها ليست بغذاء صحي، حيث حذر خبراء التغذية من الإفراط في استهلاك اللحوم المشوية على الفحم الذي تنبعث منه غازات سامة مسرطنة. استعمال الجمر هذا يخلف غازات، عنده تفاعل مع اللحم الذي يشوى، لأن هذه الغازات تدخل في هذا اللحم، وكذلك كاين حرق تاع الخلايا ممكن أنها مع الطول تؤدي إلى ظهور سرطان. في انتظار يعني ربما في دراسات وافية في هذا الموضوع واحد يأخذ الحيطة تاعه. العادات الغذائية غير الصحية أصبحت اليوم من المسببات الرئيسية للسرطان بأنواعه، إذ ينصح الأطباء بتجنب المأكولات التي تتعرض إلى النار مباشرة والعودة إلى طرق الطهو التقليدية. الشواء جات توصية من عند منظمة دولية الصحة قالت لك طريقة سيئة لتهيئ الأكل. هذيك الجهة اللي نسميوها احنا محروقة وهذوك الطرف الصغار تاع الكحل، هذوك سي دو كاربون، هو اللي يجيب السرطان لما ناكله. في الصحراء عندنا طريقة الردم، نردموا اللحم، ولكن هذاك اللحم ما عنده حتى اتصال، ما عنده حتى كونتاكت مع النار، يطيب بالحرارة. جدودنا كانوا يديروا هو اللحم مفور، هو اللحم مغلي، يكون ناشف وما يكونش محروق. وحتى لا تفسد فرحة العيد لابد من التوازن في استهلاك المشويات وطهيها بشكل صحي، فالوقاية هي أول خطوة نحو العلاج.